ግን ሁለት አስር ምስኪን ታበላለህ ወይም አስር ምስኪን ልብስ ታለብሳለህ ወይም ደግሞ ይህን ካልቻልክና ባሪያም ለመውጣት ካልቻልክ ሶስት ቀን ትጾማለህ። እዚህ ነው የደረስ ነው አለም። አሁን ቀጥልና اتفق العلماء በተለይ اتفق الائمه الثلاثه ሶስት መذهቦችና جمهور العلماء ተስማሙበት يعني كفاره ينتنو يمهلا كفاره بجنزب ايوطا ماشي بجنزب اوطا له يميلو مليون ريال بجنزب بيوطا جنا على وطا حملوالن مكنياتهم قلص نو يا الله اطعام 10 مساكين عليه او كسوتهم الله تفتتكو ادلم الله يمايتشل كهونه يالطامو نغر كهونه دومو بجنزب يوطا على معنات ما ناس تشجر والله ما ياكتوال دي على العالم اطعام 10 مساكين او كسوتهم يهدنو. اذا لا يجزئ فيها اخراج القيمه بزا ياسر مسكين يميبلاو مغب بزا اكويا غنزب ايوطا اشي نكتل استي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فراى خيرا منها نعم فليكفر عن يمينه وليفعل عند سو والله اندزي على درقم بلو ويم والله اندزي ادرقال له بلو كمالي تنش كويتو قن كزاي بلت انقر كاقنية يمالون نقر يافرسو يعني بكفارة يكتا شي يافرسو انا طرو نقر قن يسرا قباتو ابابالي والله اني لأقلي الرداوم تلال له ممكناتهم بتقام سلاب الشك هنو يما يا الله ان رحمة ايك لكلك هنو سلزي يما الكون نقر افرسو اسر مسكين ابلا ويم اسر لبس البسنا كزو هلا طرو نقرون كات قليلال قبات شو ابابالي قلت سنو عدلا طيب اهون نقر يهنت ياك اسيت ايك عند السو طرو نقر على در قنبلو كمالي ነቢያችን ምን አሉ ብዬ ብጠይቃችሁ እስቲ ንገራችሁ ንገሩኝ እስቲ ምንድን ነው መልሳችሁ የሚሆነው? መልሳችሁ ምን ይሆናል? ላ ጥሩ ነገር አላደርግም ብሎ ከማለ ማላውን አፍርሶ ጥሩ ነገር ማድረግ አለበት አሉ ነው የምትለው? ይሄ እኮ ነው ነገሩ። طيب ምን አሉ? جواز الحنث للمصلحه حنث ማለት መሐላህን ማፍረስ ማለት ነው። حنث እና መሐላን ማፍረስ لا تقم بله يتشال على له من قالوا الاصل ان يفي الحالف باليمين بمسرته عند سو كماله ما لاون متطبق نو يالبت ولكن يجوز له العدول عن الوفاء ما لاون ما فرس يتشال انديت اذا راى في ذلك مصلحه كزاي بلته ويم يمالون نجر مطفو كهونه السن افرسو ودليله يدل يقول سبحانه وتعالى كنيغا تملكتو يقول سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس إن أنت سوج ترو لمسرات يميكلكل بالله تتشاوثوا عليه بالله سما درقاتشو ترو لمارق يميكلكلاتشو كهونة يا الله سما تتكسو لمسالي والله إني أقوتي أندور زيارة لا درقلة تمتلالي سبحان الله زيارة ما رق تقبينو سنانو عندان نقزين فرضي هونال بمهال لا رقه بأ الله سما رقه ترون اقنت كلاك لاله يما لتكونو ولا تجعلوا الله عرضة يعني يا الله سم تقسه ترون لمسرات اندي كلاك لها اسفل لقم اي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى نا يا الله سم تقسه كمت كترون اقر اندي كلاك له باك اتدرجي لها الله سبحانه وتعالى. طيب اني مثال لستاچو عند مثال لستاچو سيدنا ابو بكر الصديق يا اكستاچو لج مسطح يمبال نبر اهون تاقالاچو انانته انزا منافقوچ عائشه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زنا ادرغالچ غوادنيا علات كاند غوادنياوا زنا ادرغالچ بلو التقمواتم تستاوسلاچو يي نغر ادلم منافقوچو اهون نبياچين صلى الله عليه وسلم اندور نو ياممو عائشه اندور نو ياممچ
عائشة أبات النات أو بكرنا أم رمان أن دورنا يتسك أيو لجاتشن زينا درقالش تولا بقى تقوى الشاشش من أمن يالو أهون شيطان يساتها تشو صوست أرى الصحابة نبرو تقلال لك كسنت تشي صحابة صوست أرى الصحابة نبرو بزاوز تتزفكو كمنافق وتشوغا ممكن أدرقا هنا العائشة أو عائشة كون دزي يالو صوست نبرو كنزي عندو مستح يمي بالو يمي غر ما تشو نغر انتنو يا أكسوا لجنو لعائشة يعني أو بكر صديق يا أكسوا لجنج أهون بزيه لاي وست قبانا كمنافق وتشو سي قبا سيدنا أو بكر الصديق لمستح أمستمتو بر بيوارو تقراج أدرقو اللي تنبر كان يقال لاتشو مكنياتهم مستح دهانو لكن صحابي جليل ما شاء الله بل ببدر ينبرو بجنة يتبشر سونو لكن بزيه وست قبانا ملاسو تنشاك وحششي أهون سيدنا أبو بكر بشكو تقطو بتأمزنو انديتي أكستيليج كمنافق وشو قن لقون هونو عائشة كو زينا درقاي هونا ليلال بشكونا بيوارو يوميساتو تينبرا أمستمتو برتقو الراج مالو والله كهم بوهالا لمستح يه أمستمتو برمستو ينبركو ألستو مال أهون الله سبحانه وتعالى أسبي أنت أبو بكر يه أمس ما تبري متسات أو نبركو لم يستحنو ويسلأ الله نو يقول لها شنقري فراملي زوال زيلاي بريكي زوال قومي وفياتهم كبات يهك نو لما أنه متسات أو نبركو لم يستحكو هنا كسرك لنكو هنا قن إني تكبيوال له لما نتكتلهم مستح كبدله لما نسدك أو تقوارد والله سلزي بقى الله سمارجه بمحلة أرجه تروس رأى تكالكل ألو أن قرآن ورده سبحان الله العظيم بسورة النور سيدنا أبو بكر صديقا يمجسد قرآن ورده من عليه ولا يأتلي أولو الفضل إن أنت الله ستأتشو هابتنا قنزبي ستأتشو لمن ودوها لا تهيد على تشو لمن بهيد كبت ودفيت هيدنجي ستأو لا الله نوي ستأو نجي لم يستعد اللم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة الله يعني يسفى لا تشو برزك أن يؤتوا أولي القربة لزمودات شو يمسطوا تنبرا جنزب لمن يقارط أهلو علي أن يؤتوا أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا يا أبا بكر عفو بلو لمستاح إن يمسطوا جنزب قتل مكنياتهم جنزبوا كقتل كو فإذا ولانتنوا كقارط كو جن مجمل هم يقودا سو أنتنه بزو أجر نبزو يا أجر بركو زقها له كذا قتلوا من الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يا أبا بكر أنت كو أمسمة ستست أو ينبر كوكو الله كو مغفرانا أجر كويس في الله نبر أتفلق ميه بلو سيطيقو يهيشن آية ستور نبياتشن متنا يتألا أبو بكر له إنيني علي يه آية كو سلانتنا يوردو من إلى الجيتا رسول صلى الله عليه وسلم يمتسات أو ينبرو لمن أقواردك أما اسمتو بيوركو دني درس نبر تقبية إني الزهب بمخزن أسقبت شين أقين لم تدست يقارقه نبر لمن أقواردكو ناك أتلبت عفو بلي لحلالي من هذا سيدنا أبو بكر والله عفوت يا ربي والله عفوت يا ربي والله أريد أن تغفر لي فلقال له نجي قالنا سلزي من على الله سبحانه وتعالى با الله ما مال أدرقاتشو كترو سراء التقوارتو يعني يا الله سم لترو سراء مكالكي أتارقو تالي تقباب بنا هنو اندموش يهولو يقال لسكو سلا أنت توبيك نو أنت مدفو نقر يعني ترو نقر لترو نقر على در قم بله كمالك حسابا كير يقول سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إشي أهن انديتنو من نملو يمين مالو بمن أينتنو النبلسي قالوا أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم عند سو أصلا يمين ملو من دنو واجب نقر على درقم بلو يملال ويمدمو
حرام هونو نجر والله أدرج والله يلال يه بزي هلت نو محلا بزي هلت نو ميزورو مش كراكرو بنزي هلت ناتشو لمسالة من تلال له واندمه يا بشك أنا بتأمي أن نادد هال والله العظيم كهم بهلا فيتون هلا يمتلال له طيب يواندمه فيت مايت واجبنو سلة الرحم واجبنو أنت قنت سلة قطة يا الله انسم تكسه والله واندمي يهون انجي ولا ان شاء الله في 60,000 داية كهم بهلا بيتو مال هيدم سلام مال لوم يتاباتي والله سلام مال لوم تلال له الله أكبر يا الله تعزاز بالله سمع رقه تكلك الوالة هندي ويمدمو حرام نقر يا أخي أنتكو يمتارقوكو الله يكلك لونه والله الله يكلك لونجي والله العظيم ألا درقوم تلاله ويم أدرقو الله تلاله لحرام نقر بمهلا رقه ترقاق طواله يهم بتهم كباد انتنو فهذا يحرم الحنث إن بزي أينت ما هلهن ما قوارت ألبه تولو 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 بله يمالكو نقر بتأمى قرط أرلب لأنه تأكيد لما كلفه الله الله عززه نجر بمهلا أرجه على رجو مالك بتأم كبار وانجلنه طيب أن يحلف على ترك واجب وفعل محرم يجب الحنث إن هي نجر ما قرط أرلب هلاله إيش يمالا نجر الزهن قرط إن زاري أمينة من هونج أمينة الجواو تتابك أي ستوات نجي خلاص إيش إن هون النذر وده نذر نقبا سلت سيتوش ينا انت بشتانو هنا قر بزوك زي سلت يا بزالو أباتي كمتان دزي هرقالو بالي كمتان دزي هرقالو لجين دزي كون دزي هرقالو تاقال لاتشو نبياتشن دم ما يودوتيه سلت يميبال بسلمنا يالتودده نقرنو منو والله لجي يهنا قرني هنا قر كست او الله يعني هلت بق بيه سلت قبتش نبر ما لالش كذا يلكس من دنو تلو لجي سبحان الله اندزي اندزي كاقيني سأشكر الله سبحانه وتعالى الله أنا مسقنا له الله سبحانه وتعالى لزي إردان يوم تلو نجي سلت أتقباله طيب سلت من دنو قالو النذر هو إلزام نفسك بما لا يوجب الله فيه الله واجب على درقو راسه لراسه واجب ما رقونه للعلماء شنو منالو النذر هو التزام قربة غير لازمة لا الله بله سلتي متقوابت الله قني الفردو نقرنو في أصل الشرع يلم أوكي طيب مثلا من تلاله لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا يهين قنزب نكفل ألقى بتشالو أو إن شف الله مريضي لجيك دانك الزيب الشتاء فعلي صيام 10 أيام تلاله لجيك الزيب الشتاء كدانة أسر كنس أمالو ما ناس قددش ندزي خلاص الله يشفيه الله أدن اللين أما سقن هالله مالت نونجي بس لترقه راسنا تقدا طيب النذر عبادة عند سو سلتو نبياتشن دالوت اي وددم سلت مارق بس تقومو من دنو عالو نبياتشن كاند بخيل سستامي هوني قنزب يوطال او بتام سلفش هون سو بسلت هرقهنو قنزب يمتاوطال لتالو نبياتشن ونتنو عدل لهم دي ودوج بتام سلفشنا قنزب يمود سو سلت اندم يارق تارقو عالهن قنزب يوطال طيب ذكر الله سبحانه وتعالى عن أم مريم أم مريم مريم بنت عمران الناتوى يا عمران مستنج منالج إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني عليك قيتها بهدي اللو هتسان لن تيست اتشاله عليك إنك أنت السميع العليم نا سمينا تنهون كوغيتا بهودي اللي يانتن خدام اندي هو ستتشال له علي تمام اشي علشنا لكن دالتشو ستتش مالتنو مريم ستتولد لبتا كريسيان ويم لمسجد خدام اندي هون ستتشو
ويقول سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نبياتنا منالو من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لا تقولوا نجر لا الله عبادة يهونه نجر لا تقولوا نجر سلة يقبى سلة متأبك على البتالو. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نا لما عصيه نذر يقبى قن ان داين تندار نذرون يفرس. هذا الحديث حديث بخاري ومسلم. والإسلام وإن كان قد شرعه نذر سلة بس لمنا بينور مالو إلا أنه لا يستحبه سلمنا سلة من التقبى أيود لهم أتربوا يا وندمج سلة أتابزو نجاو كنج الرسوة أتربوا أنت زنبلا نعمة سمته ألا نذر ألا من يعني بقرد شكرا لله سبحانه وتعالى وين مسكين أبلا نا على سلة. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن النذر نذر ترقوال النبي صلى الله عليه وسلم سلة تابزوال. وقال إنه لا يأتي بخير. سبحان الله العظيم سكزي درس درسوا النبي صلى قال مقبات سلة ما درقوكو بخير هاي متأمر وإنما يستخرج به من البخيل. يعني تقمو كان دس ستام سو جنزب وداجي هونو بهايل جنزب ككيسيا وتقال مكنياتهم قال كقبا بهايل سلت كقبا بهايل جنزب وتقال لتالنجي كالنس من انتن فايدا يلو من نذر مبزات. وهذا الحديث بخاري رواه البخاري ومسلم. والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة. دمو سلت لسولج دمو شرك نو يقول سلت لا الله كواني تتألى لسول جمع شركنه شيئين لبراره. الله سبحانه وتعالى يتشل جي بسلام كولدك هلت بق أردال له بلا سلت قبال لش عندي تقنات كالزوهلا لجتواه كولدك هلت بق مارد واجب هنا باتال يهل الله له يه باي بزاننا من ما يسفل لقمالو لسو كهونا قن شركنو. شيخ عبد القادر الجيلاني نعم لجي كولدت عند تلك بري نج سأقرو بأقرو بتقوري على اللبات بله سلت قبالنا لجي توا ولدت ازاي شيخ عبد القادر الجيلاني كبر هده يهم بري تاردو الله لما ناردكو لشيخو من يبالالي شرك يبالال تقباب بانون دمك. والله اني لنقراتشو هلس انا ينبركويني قناة مستعمت اندازي منا منو كواسية تشعوتن ببيت لا يشك عيط افن نبر عند بيت نو هلس انا شنن قن تاك الله شو اني انا قريمي قرمين يالون دمك يتنان تنا يما الناس تاوس هلس انا بنبر نبت قزي ادرقو نقر ناس تاوس اللي عندنا تشويس إني ليه تيار كسون إني بزي بهتس أنا نتيه تكستنا يا دركوت نجر. والله إسكهون درس أستوصل له يا عند سامن تبترين ممكن درسال له بالي جر ما تشوال هلا تياك كذا يكون عند سو عنده أرسال له أرلم لي لم إنه هلا تياك أت يكون ملاشو عنده أرسال له يتفهم بينال. لكن كسنت أمت بفيت بهتس أنا تيار دركوت الزيت وقروا البكا من دون علاقة. إن أبى زاج زي أمس أمت ندزينه ينبركو. عنده لجو يسوع ستريج. لتولد صوت كأنه بتعمل هج أنك. إن أبى تقدرني كلولاو إن لوالن. كلولاو مالت عندي ست لمولد ست لجو الوت عمل وت أم بلو سياس تجرات تسك أهلج. إني أستوصلو. كريستيانو تسيتوش متو كلا لا يسوك زابير مارات يالو يسك دالو مسلمو تشو دمو اجا چوان ستو اندزي بيتو ملتوال لك اند سو يوموت سي سبا سب اندزي لجتوا سوست كان كونو لجو الوطا مالوطا مبلو بكا وطلع لش بكا زاق زي دمو تاك اللاتشو هسبيتال موسود يلم حاكيم مترات منامن يلم سيتوش انا تشاچو اندسون مياسولدو اهون أباتوا بجورين يسمهوت. والله شهادة له إذا
عند كفل هيدنا زان تشاوت نبر حصانوش من يلال شيخ عبد السلام يمبالو ولي يميلوت على باغراچن عند بوتا دريحاچو يلم يت اندموتو مان ما هوناچو انكون سوا ياقم بس شيخ عبد السلام يمبالو ازا زياره من نارغبت بوتا عليه انا سو يوم من عليه ودزا فيتو ادرجه ودزا بقبراچو يالا روق نو ወደዛ ፊቱ ልክ ከዓባ እንደ ፊታችን እንደምንሰጥ እሱ ወደ ምዕራብ ፊቱ እንትን አደረገ ፊቱ አደረገና ያ ሸኽ አብዱሰላም ደሞ ያለቅሳል ብሎ ያለቅሳል ሰው እኮ 60 አመት ልጅ እኮ ነው ሰው የው ነው አዋቂ ነው ከዛ ያ ሸኽ ያ ሸኽ አብዱሰላም ምን ነው ያጠፋሁት ነገር አለ እንዴ ይቺ ልጅ ዛሬ ካወለዳችሁት ወላሂ ሁለት በጋርዳለሁ ይላል إني أصانوش ننشر كان ناكم توحيدا ناكم من ما ناكم قن چل 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 يالي كان قولي موت أثاري هذا يسمى بيور شرك نويه نقر يتتقرى شرك نويه نقر سلزي سلت لالله انكوان ترواد اللم يتباري لسو ما بتقام بالقنانو شرك نو لسو اندزي كادر ركل اندزي هادر قال له اي بالم اشي የነዝር የማላ እዚህን ጨርስና አሁን አዲስ ነገር አስገባቸው ወደ አዲስ ነገር እነዛ ነጋዴዎች የሚወዱት ነገር ገንዘብ ወዳጆች የሚወዱት ነገር ግን هذا سلاح ذو حدين አሁን የማስተምራችሁ ወንድሞችና እህቶች ነጋዴዎችና ገንዘብ ፈላጊዎች የሚያስፈልጋቸው ነገር ሆኖ ግን ቢላዋ በሁለቱ የሚቆርጥ ነው የዛሬ ትምርታችን ቢላዋ ሆኖ በጣልክበት ይቆርጣል በዚህ ካ ይቆርጣል ከገለበጥከው ይቆርጣል እሺ ማለቴ የአላህ ሸርዕ ከገባበት ትጃራ ብዙ ጉድ ነው የሚሰማው እሺ اذا البيع ብለን ጀምር البيع يعني መሸጥና መለወጥ በእስልምናችን እንዴት ነው በመጀመሪያ ደረጃ መሸጥና መግዛት ኢባዳ መሆኑን ታቃላችሁ ወይ ሳታቁም ወንድሞች عبادة نو عبادة بايهون نورو بقرآننا بسنننا بعلماتشو بسعفة يسفر من البر اللهم نالي أحل الله البيع وحرب الربا مشت ملوت نقد حلالة درقو ربا قن حرابة درقو علي إذا تبايعتم إلى الله سبحانه وتعالى نعم نا بقرآن بزوال لسل بيع بحديث بزوال لي لمن عبادة نو نا استني جمر البيع يقول النبي صلى الله عليه وسلم التبكير في طلب الرزق عند نقادي سراو very early morning مجمرو بركة اللو هلو نبياتشن عندان دان سوش على اللوم تنيتو يارفدنا أرات ساعتنا إني كلوك سهي ديدو بكاي كفتال دوكوانو سوكو كزو هلا يازغن نالندزي عندنا من شهيه متال ساندويتش متال يبلال 11 ساعه يهنال عندي هادلم طوات صحاي ستوطا ينقد بيت مكفت بركه الله قالوا نبياتنا نبياتنا ينقرون روى الترمذي عن صخر الغامدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في باكورها او في بكورها اللهم بارك لامتي في بكورها انت جيتاي ለነዛ የኡመት መሐመድ ነጋዴዎች ሆኑ ሰዎች ቶሎ ከፍተው በጥዋቱ ንግዳቸው የሚጀምሩ በረካ አድርግላቸው አሉ። የሐዲስ ሰምታችሁ ታጣቁ ነቢያችን በንግድም ይገባሉ በሰገራ ቤት ውስጥ ገብተው እንዴት አድርገን ጽዳት እንደምናደርግ ይገባሉ ከሚስታችን ጋር ግንኙነት ስናደርግ እዛ ገብተውም እንደዚህ አድርግ ይላሉ ዲናችን በሁሉ ነው የሚገባ ስለዚህ ምን አሉ ነጋዴዎች ጥዋት ተነስተው فجر سجدوا بسم الله بلو سوقو يكفتوت بركة أدرقلاتشو عليه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار نبي صلى الله عليه وسلم عند كتيبة يطور بدون ويمتدرج لما لك كفلقوا بتواتو نبار يملكو فمكياتهم يتوات قداي والله بركة له إني بزوق زين يمكركو تتواندوم አሁን ለምሳሌ ለቤት አንዳንድ ጊዜ ለመግዛት ፈልጋለሁ ወይም ደግሞ ስፖርት ለማድረግ ፈልጋለሁ ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገር ስፈልግ
سو إلّم يالن كرفتني تو يالله فجر سجّي سوتا جنا سو كنو سو تشو بمولو كبيتها تشو لسرا سوتو إنه هلو سرا تشرشة بيت قبله يتوات قداي بتأم بركاله إذا النبي صلى الله عليه وسلم وتدر سيلكو ومسرا سيكفتو بتواتو يكفتو نبر وكان سخر رجلا تاجرا عند سخر يمبالو عند نقالي نبر بنبي صلى الله عليه وسلم قزي وكان إذا بعث تجارة بعث أول النهار فأثرى وكثر ماله بنبي صلى الله عليه وسلم قزي نبر ونونا من يدرق نبر نبي صلى الله عليه وسلم توات جمرو نقداتشو أتارفلو سيلو سلسما أنا أنت نبرو نقالي وش نبرو سو نقالي نو قن بسوسر يميسرو نقالي وش نبرو توات كفجر بوهالا سوكون كفتو يلال هيدنا هين قزايلال هيدنا هين قزايلال بزي أنا تجارة وجمرنا در ريكا استمان وطا بزاقزي بتام هاب تام سوهوني بركة در رقلت لمن بركة در رقلت ما نمال لسال واندموج بركة در رقلت نبيات شن دعا سلا در رقو لما انو دعا در رقو اللهم بارك لأمتي في بكورها يعني توات تنستو جنات هاي وطا يا الله الرزق يمي فلقو نقدر نقدر يمي كفتو سواج وكو بركة در قلات شو عند النزا سنفوش سواج بيتونو سكمي قرس قرس كبالا بوهالا دومو سكمي زنانا كزا وهالا دومو استتنش سيس هايوات تنتبال كزا كميستو يا ورال كلو جوشو يا ورال تلفزيون كفتو دومو يا يال سي رافد هيدو دونكواني كفتال نزيح دلل طيب وقال صلى الله عليه وسلم طلب الحلال واجب على كل مسلم من أين تحدثنا وهنا قال مسرات عليه قالوا نبياتشن سرته لفته بنقدنو بسرع ليلانو بقبرنانو يفلقوا النقر عند مسلم سرته كإجو مبلات واجب نوالو طيب اندزي نون دي وجوب العلم بأحكام البيع وشرائه انقدي اندزي واجب كانالو سرع مسراتنا سرع سرته كإجو مبلات واجب كونالي وجوب العلم به واجب علم بعلم تاتكه دمو نقدون مكفته واجب نوالو مكنياتو زمبلو سو حلالا يقم حراما يقم من دنو ريبا من دنو مشت من دنو مقزات من اين التجارة نو حلال يماك زمبلو بنقدك قبا دمو يكسرال يكسرال مات قنزبو يكسرال مات ساهون كالله قايد تقلال يجب على كل من تصدى للكسب أن يكون عالما بما يصححه سبحان الله العظيم نقدر نقر ستقبا مجمرا من مرى اللبه نقدهن يميا فرسنا نقدهن يميا استكاك اللهم وكأ اللبه لتقع معاملته صحيحا نقده الله بم يودو من قد اندي هون الله مجمرا تمار طيب فقد روى أن عمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالسوق واتنستو بسوق وشو بماركاتو يعني يهدو نبر سيدنا عمر ويضرب بعض التجار بالدرة عندند بعد سوق وش ببتر عرقو راسها تشو يمتوات شو نبر ويقول لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه عند سو سلة تجارة مياك بيتشا بسوق أتشمتو يشيت يقزانجي زنبلو جاهيلو تسبسبو زي مقزات ملوت اللباتم وإلا آكل الربا شاء أم أبا يالتمارا سو جاهل سلة تجارة ما يكو سو بنقدب قبتو كنقدنا إزا كتسمار كتكمو قداتونا مبزاو حرامو من دنو رباو من دنو من دنو آكم زنبلو قنزم ماس قباتنو عليه إذا كان البيع والشراء يعني عبادة كهونالو بوب له العلماء في كتبهم للزهن وعلماء وشو بمن يوم يفقه كتاب بتكفت من تلال باب البيع والشراء باب الشراء باب حرام باب حلال بلو سلا نقد بزو يتعفوت عبادة سلهوننو تمام يقول فإذا كان عبادة يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم على العلم
علم متعلم لهل مسلمنا مسلمة واجب نو يالوت نقدم چمرنا والعلماء وچو ين لدقم واندموش هلا چوم تاوكو حديث الله طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ومسلمة أيضا نا علمي لمن نيو مسلم نيالي علم فرد نوالو يهنا قر فرد سيلو نبياتشن سلا سلاة سلا زكاة الناس سلا سيام مالتا تشواد اللم علم مجم انتنو نقدم مجمرهنو اندياوم نقدنو علمي ميسفل لقو حج علمي ميسفل لقوال زكاة علمي ميسفل لقوال طورنت علمي ميسفل لقوال بل مستا اقبته تدار انديت اندام التارق علمي ميسفل لقوال هلو علمي ميسفل لقوال اوكي كذا قطلو عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين حلال يتوق أنه حرام يتوق أنه أسجقر نقرقن وبينهما أمور مشتبهات بمهكلات شوية اللي نقر اللي حرام نو حلال نو حرام يمسلال قن حلال مهنا اللبة تنجي يميبالو نقرش بزوالو فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك سبحان الله تملكة تنقري نبيات من الالو يعني عند سو يمترات أربت نقر كتوي ألو ينقر والله حلالي مسلال قل حرام دا يهون حرام كان يهونم قل انديت حلالي هونال بلو يمترات أربت كتوي عند سو لذا قلت يهونو حرام انديتو ما يترقاقت أنوالو كنقال لاتشو يمياتراتر نقر كتوي لذا يمياتراتر حرامي هوني السماء منم نقر ايك اربو سو ومن اشترى على ما يشك فيه يمياتراتر نقر زنبلو ارباك زنبلو يمياتراتر دمو بلو يمياتراتر هوني دمو لن لذا حرامي هوني دمو لما تو يعني ياتراتر نقرو طيب سلزي عند سو وده نقدر بيت كمقبات وفيت ممار اللبات ويشترط في الإجابة والقبول مجمّر درجة بما شطنا بما لوت سات إتشهال له تكأبيال له هلتم نزي عند تلك واجب نواله مكينا ويم كارسة شات اللين يهن مكينا بامساشي شج الله تلين يالله انيس انيم قزي تشو الله يهن نقر مبابال اللبات شو الله وهما سيقة العقد يهن وانا ونقرو الله من سماونا مسكروش من سموتي هنو يهن مكينا شج الله لانتي انت رو ممتنا الله انيم قزي تشو الله بزابة اسمان باتواقا تلاله اولا ان يتصل كل منهما بالاخر في المجلس يا يتسمع مبت نقر دمو كذا كمجلسو كتنسو فرسنو قالو دون ان يحدث بينهما يعني لمسالي عندو يمتعنا يه قمل تقزو الله وي اشي قزو الله سنتنو عند شبر خلاص عند شبر يقول له قنزبو يهنو قزي تشو الله سلمو الله شج الله بسنت بعد شبر مسكر الله يمسكر الله عدلم كذا ساتنسو حساب لمقير يتشالال يقولوا ينو انقدي تمارو يالو النبي عليه الصلاه والسلام كذا بوتا ساتنسو والله اني بقى حسابين قير يالهنا غنزمو سطين غمله وسد لمالت يتشالال يا سو يو دومو امبي لمالت هايتشلم لكن كبوتاو تنستو ود بيتاچو كهدو جن حسابو مقير ما يجوز إلا أن يوافق الثاني كان يقال لكم لمسالي إننا أبو أنيس عند لمسالي نبال عند نقر شتقلي أوكي من النبال استي لمسالي عند يعني عند سايكل عند سايكل عالكنا موتور سايكل نج شتقلي سنت الكوت 45 يالي الشي قزي تشوالله بيه 45 ستوالله سودمو موتور سايكلون ستين كوش بلنو عند مجلس اهون سنن نسا كذا مجلس يا ابو انيس
اعفيني كرتار قلن نا مكينة موتر سايكلون مرلسلن جنزبه سد كالن إني مقبل واجبنا كمجلس هننسى لكن كمجلسو تنستن السو سايكلو يزهده إني ستن جنزبه جهج كان ساعت بوالا ويم لما قستو مقتو حسابي كوك إياري الله كالي تقبل النتي اللوم إلا إني كتقبل كوت حسابي كوك إياري كما خلاص الله يقرأ لهنا جنزبه ستن سايكلو سدلو الله كالفلكو جن يفلقو النقر بمتاع يتشهد أن جنزبه يتقبل يعني أي ملس كمجلسو كتنسو مالتنا إلا أن يكون حقيرا على العلماء حقير مالت يعني زنبلو عند كيلو بون سكر تمر من الله دلهم زنبلو تنش نشام ما ست جزاء لبس ست جزاء يهنجر مسكرنا تقبي الله شج الله منا من بل أي أسفل لقم توافه مالتنا توافه مالتنا يعني تكاك النجاروش لمسالة دفتر بهول التبر جزاء سبو صوص مسكر أنت فيه نتسع أفبله تقبي الله دفتره جنزب من تركب الله أسفل لقم إحنا جر جن بتلال لك نجار لمسالة عن فابريكا شت كلني شت كلني يعني شيء نعمة الله لأم عبدين فابريكا الله تنعمة الله شت لأم عبدين جنزو تركبتش فابريكا ودمو تفرار مهلتهم بالزام مجلس يالو حساب لبك أي ريت شلال كمجلس كوتوجن فابريكا ولا جنزاونو جنزو دمو لشت أنو علق علت نجارو طيب كذا بهلا وين عقد بالإجاب والقبول نا شتش الله تقبي الله ويستثنى من ذلك لشيء حقير فلا يلزم فيه إجاب وقبول وإنما يكتفي فيه بالمعاطاة النزي تنانش نقرت من اللي تقاس الله شو بشي يمي قطرنا شو بيا كانوا من غزا شو من اللطا شو من دزين دزي هدستي عند هولة لتر وهام تقلين هدستي عند انتن حليب هام تقلين يوم دمو لبن هام تقلين اشي يعني بال تلوالش عند الدولة او عند شنكورت عند كيلو ستام تقلين كذا دمو عند كيلو برتقال دمو اترسات لالش اهم برتقال سي غزا تقبيا الله شج الله منا من اسفل لقم لنزيه نقر قبتاتش وندو ماتشو تلعلق نقر كونا قن اسفل لقال وان يتوافق الاجاب والقبول فيما يجب التراضي دمو شياج انا قجي بلباتشو بنسوه لباتشو كالتفل علقو ويم دمو بفلاقو تاتشو كالتسمامو سواس قدراتشو منامن كونا دمو يهدمو بطام تلق انكنو منالو يجب التراضي عليه من مبيع ومن مبيع وثمنه فلو اختلف لم ينعقد البيع لمثال موتر سايكلو شجلين اشي سنتنو اسر شبر والله يا ما بزونو بطام تنو بزابين والله ان شاء الله زتن كام صادر قلها له يلنا بزي لاي حساب يتلواوطو تنستو عندو غزيتشا ساكلو كويني نو تسمام تنالكو غنزب كو ستتشحالو يلال لمثالي عند سو مكينة يامطانا يهن مكينة غزا يلال اشي غزا له سنت نو 30 شي بر 30 شي بر امطتو يسطوال لزا لشياچو شياچو غن غنا التواطلتم ارا 30 من يادرغلني الباك 40 ما القنسم ارا باك باك يا 30 يبقال 30 شي يبقال بلو كيسو لا يسغباوال 30 شي جنزبو سلا تركبه بلو مكينة ولي وسدو هاي تشيلم مكيناتهم رضا يلم يا رضا من مانو مودد مقبل يعني تقدونو ويم دمو اندك قل دارقونو يوسدو انجي اني يعني على رقا قطكم برضاي بفلا قوتي دستنيا دلهم دستنيا كالهونك يعني جنزبه جنزبو مرلسلت نزال انترو لم يقزاو جنزبو مرلسلت اي هونم عقدوا ويم دمو يمتادرقوا تسمنت اي بك ام بزي عنه فلو قال البائع لمسال يمشت سو بعتك هذا الثوب بخمسة جنيهات يهن لبس بأمس جنيه شتشاله بأمس دولار شتشاله له إلال فقال المشتري يمي قزاو سو من إلال قبلته بأربعة أنت بأمس تنهي الكوار لا بارات كستين ما تقبيوه له إلال فإن البيع لا ينعقد
ይሄ መግዛትና መሸጥ የሚባለው አልተከሰተም ዜሮ ነው ያለው ገዢው ገንዘቡ ይዘው መሄድ አለበት ሸጪው እቃው ነው ይዘው መሄድ አለበት እንጂ እቃው ወስደዋለሁ አራት እኮ ብያለሁ ጠይቢነ ግን አምስት ነው ያልኩ በአራት እኮ ተቀብልሃል ኧረ አልተቀበልኩም ተብሎ መሳሳብና ጠብ እንዳይመጣ በአንድ ዋጋ ሁለቱም ፈገግ ብለው መስማማት አለባቸው ይገባቸዋል فإن البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الإجاب عن القبول ستشالله وسجاله يميبالو باند نگر سلتساسابو نقدو أي هونم نقدو أندسو بحيلك وسدو حرامي زنو مهدو إشي ليلا وأن يكون بلفظ الماضي دمو شجاله يميل بباست بارتسيبل بباست انتن مهونا اللبت ذربو راسو بباست በማضي መሆን አለበት እንጂ እሸጣለሁ ልሸጥልህ ነኝ መሸጥ እንኳን አይቀርም የሚለው ነገር ተቀባይነት የለው لابد ان يكون بلفظ الماضي ماضي ማለት ባለፈው መናገር አለበት እንዴት ትላለህ ሽጫለሁ ሰጥቻለሁ تمام يقول المشتري قبلت يا جيو ደሞ ተቀብየዋለሁ በማضي بباست بارسيبل የሚባለው ነገር او بلفظ المضارع ان اريد به الحال مثل ابيع واشتري مع ارادة الحال شت كل شت اللي هلو انت مجزالين اشي فاذا اراد به المستقبل او دخل عليه ما يمحضه للمستقبل كالسين وسوف سيننا سوف يمبالو كالات نقدون يا فرسالو انديت نو سين وسوف سأبيع لك إنهم سأشتري لك سوف أشتريه منك يعني لو دفيتو لقزال لهنين يميلو نقر نقدن أرقاق قتم والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا إشت ألها له إقزال لها له إست أهل له يميلو نقر وعدنو كال مقباتنو كال مقبات دمو بديناتشن እርግጠኛ መሸጥ መለወጥ አይደለም ቃል ነው ያው ምላስ ነው እንት ያለ ነገር እንጂ ልብ ገና ሁለተኛ ነገር አቅድ ሊሆን አይችልም ተግባብን ወንድሞች ነገ ይሄን ነገር ዘርዝሩ ሲላችሁ መዘርዘር እንደትችሉ ነው ወለሃذا لا يصح العقد بسيننا بسوف ايهونم سوف اشتريها منك كانت اللي جزات ነኝ يا خالق جزاهوت ነገ መጥቼ እንዴ እገዛዋለሁ ብለህ ቃል አልገባህኝም እንዴ ቃል ገብቼ ነው ግን ሐሳብ ቀር ያለው ይልሃለሁ ማን ከለከለኝ ነገ ገዝቼ አላልኩህም እገዛልሃለሁ አልኩህ خلاص يا اخي አልገዛው ይሄም ለመምጣት ይቻላልና ስለዚህ በpast verb መሆን አለበት ይላሉ طيب بيع الفضول تعرفون بيع الفضول والفضول هو الذي يعقد لغيره دون اذنه يدمو بنقد الله عند اللي جمتنا يا اباتي ماكينه شج الله الله يلال يا اباتو نش اسو ادلم فضول يبال عليه نجر ادب بيس ايه مشط ملوط دمو اسلمناچن هيقبلوا كان يبيع الزوج ما تملكه الزوجه دون اذنها لمثال سيت ياتشي سيت ورق علات انبار يج انبار علات بالوا يمطنا هدو لاند شيطان ከሸጠ ይህ መሸጥ ክልክል ነው ምክንያቱም ባለቤቱ እሱ አይደለም አው ይሽተሪ لها ملكا دون اذنها له بالشراء ወይም ደሞ አንድ ሰው ይሄድና ከሚስቱ እንትኑ ይሄድና ለሚስቱ አንድ ጌጣጌጥ ይገዛላታል ይመጣና የኔ ሚስት አው 500 ብር ስጪኝ ለምን ይሄን ጌጣጌጥ ገዝቼላለሁ እንዴ ማን አለ ወላ ደስ ይልሻል ቢየኮ ነው አረ ደስ ይልሻል ማይ አንተ ምንድነህ አንተ እኔ ግዛልኝ አልኩህ እንዴ አላልሽም ግን ደስ እንደሚልህ አውቄ ነው خلاص አንተ ክፈለው ላ አንቺ ክፈይ እንጂ እኔማ አላልኩህም فضول ይባላል فضول ታቃለ ገባችሁ ወንድሞች فضول ማለት ያልታዘዘ የሚያደርግ ከሱ ያልተፈለገ ነገር ራሱ ማድረግ ያልተጠየቀው መመለስ ዝም ብሎ فضول በቃ ይህ ጻን ስራ ነው በዲናችን ይህን አያረጋግጥም
تمام كما يحدث عادة يعني ببالنا ميست باباتنا بوندم بريج منامن يكست عليه نقر. وعقد الفضول يعتبر عقدا صحيحا إلا أن يلزمه يتوقف على إجازة المالك قنالو يه أدب للو سو أباتي نعم قنزب وسجي أندبق قزه لانتي لال إنديت قنزب توسد لمن عليه يبالال أباتو يهنا قر كالتك أبالو يتقزاونا يتشهد أو حلالا دلن بسلم الناتشن ماشينو حلالا ميهونو أباتو بلشي كادر ركو ثك أبيوانهو من لا رقهن قدي أسجر كنكو يالالكو نقر يقزا يالالكو نقر يشهدكو كواس جقر خلاص ثك أبيوانهو كالي بالا حقو مالتنو يسأد قال إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك أوليه. لمسالي عندما كنا لشنا أبو أنيس بالبيتوانو مكيناو يا أبو أنيس نو لجو أنيس هدنا مكيناو يزو إشتال كزو هلا أبو أنيس مكينا يسيل شت كواتكو لما شت كات لأقلي ودى أقلي هدنا نديت نو مكيناو مكيناو يني نو يو بس بسمي نو طيب لجيهكو شت قلن يعني قنا ندي بالبيتوين يكونين نيال شتكم عقلو يبتنال عقلو لمسدك يمياس شلو مانو أبو أنيس راسو نقدي ليجي كتساساته إني دوموزي على سفرهم بلو إيش مكينة وتشتوال بلو كتسماما. فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل على علماء شو بالبيتو هيدو إيش من لارق يهون كاله ترونه كال هون قل يتجزاو النا يتشتو نجر هلم يفرسان. ودليل ذلك يزين ما سرجالو ما رواه البخاري عن عروة البازقي أنه قال إي صحابي من عليه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لأشتري له به شاة. إن قصة ترونو تملكتو من عليه عروة من عليه نبيات صلى الله عليه وسلم عند برستونينا عند بق قزالين بلو ستوني عليه فاشتريت له به شاتان. سبحان الله باند بري ستون هجي ولت بقزه اللاتشو نبيات شنية لثم دنو بزيه اند بر اند بقزار لين عروة دمو هيدن ما او بنتنو بسوكو هيدو باند بر ولت بقزينا ولت بقزار لاتشو. طيب سيمتا سيم ودبيت سيمتا اند بق باند بر شتو اهو من هوني ولتن ياو بق بنت اهونا مارتنو وجئته بدينار ودن بياتشن متع عروة من علاتشو يا رسول الله عند برست هن عند بق اند قزاله لكن بق بياو يعني ادل هونو ولت بق قزاه الله باند بر كزاس ود بيت سمتع عند برشت لني على عندنا باند برشت كلت اهونا انت متفلقو عند بق عدلم ياو بق انكا بر دمون كالو. فقال لي صلى الله عليه وسلم بارك الله في صفقتك وفي صفقة يمينك اجهني بارك باندبر اندبر قيالكو اندبرن اندبر اندبر اندبرن اندبر رامت تهلين بركة يا رقه بلو تقبلت نبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذنه إذا وافق على منم يبال بيتو فكار سات وسد مجزات ملوت إشلال بال بيتو كذاب وهلاك تسمما. وإنما يتوقف على الإذن مخافة أن يلحقه من هذا بيع الغرر. أهون نجري هنا جر يعني با با مستبر جزار لين عليه با سبر كجزاه له تقودا نجري بال برو تقودا يهنا جر كتجني دمو مساساب مقرارف متالاتي متال يهن داي متا انت بالبيتو فقاد كالسطح اتغزا اتشط اتلوط الى يهن تسممان اشي ليلا نجر اهون لنغراچو بيع الغرر يميبالو لذي نو
عند سو نقادي لمهون والله والله لكن ده صلاة كنو صلاة لمسجد يفلق عند ور من مر اللبت سلا طهارة سلا استنجاء سلا وضوء سلا من سلا صلاة من مر اللبت على بزي اي كمان لك وعلى صلاته نقدر لكن ده زينو اهم بيع الغرر بيع الغرر ايه مقر ممكن ان انت 90% كان انت سمتوا ايه نقر. طيب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. بيع الغرر يبالو نبياتشن كلكلو تبديناتشن مدنو بيع الغرر. اما الغرر فاصله مأخوذ من غر فلان فلانا اذا خدعه او خاطر به. غرر مالت خيانة مالتنو مكدات مالتنو تكداني الله انت بمن يوم نقر بمشت بملو تقدعني الله. بيع الغرر هو بيع مستور العاقبة ان سوري هوني اكاتست اني الله من دنو سور كنا يالتاوك انقر اللو اكاو لمسالي عند بيت ست اني الله نا عند 1,000,000 شت الله اللو تلينينا اني علاكم بيت مهنون نماكو بالا بيتو جن بزونا قريم نياو كلتا لميو قبتا لبز بيت لمسالي يه بيت جنوش يسفروا بيت نقر لهوني تشلال يه بيت قربيت اللو كجن بلاي قربيت اللو علي يه بيت مسرته طروا دل ميتغنباو ولا سوست عامت كويتو لي فرسنو يه بيت جنا كمنغست يميكفل نغر اللبت يه بيت يعني بزو بلاوي اللبت انما يوغن بيتو قرصو منامنو صداتو جنزب كفل الله بالا بيتو جن انين تچاوتبني هذا معنى بيع الغرر. بيع الغرر جاجيو يما يقبت نغر قباتشو واندموش يعني قجيو كاوكاو غرر اي بالميه نغر يعني لمسالي انت عند 10 كيلو مار تشيط عليه اني قزال له اهون طرو مار نو تلن يالله كاقفو يمتا كاقراتش نو تلن يالله لكا انت يه مار يعني موز ويمدمو سكر نتجمر بتاك عليه اني قرأ لك اني قجي هذا يسمى غرر. لكن اني اوكو واندميت لن يالله يه 10 كيلو مار لكنو مار نو قن يتجمر بت ليلة نقرأ لبت كالكن غرر يبالم لمن لتوو تشل الله كودش كدومو توسدو الله من اللبت خلاص سوستارتني مار كوهنة قد يالين بلا توسدو الله. إذن بيع الغرر مالت سور يتشفني واستمستيرو بزونا قر قجيو يما يوكو. كان يقول لك مثلا اندنزي أبيعك ثمرة ثمرة بستان السنة القادمة يه يعني قاردن نو أهون فري إيوت أنو لم يمتعو آمت فريو بمولو سيوتا إشت الله اللهن قزاو الشي نمن لا درقال له سنتنو متشتو هيا شبر إنك هيا شبر لو الله لم يدن نو يه قاردن فرافريو سيبسلنا سيوتا اند قزاو. طيب ما نسوكه بتقام درك هنا نفس عمتو هلوم لفجو شلال. طيب ما نسوكه زناب اقوارت انا كذا تكيت وها وسدو يعني شملكلك بلو كنتن كهالي. طيب ما نسوكه اندم يبكل يهون سورنو يه بيع الغرر بلال ما يجوز في الاسلام. كان يقال له لمسالي عند سو يلال بكندا هونو اشي عند مكينة اللي شيني كأمريكانو يقزهوات اهون يمتعش نشنا ليلا سو ساي وسدات انت قزاتي لنيال اني دومو مكينة سلا ليلين سنتنو 10,000 دولار تفضل 10,000 دولار الوالو ويم امسيشين كان امسيشي بوها لالها اللو من تاك اللي سلا مكينة وانتي يمتاك اونا قال اللي الاو قو هذا حرام يهن بيع شراء حرام نو مكينة و يا امريكانو عليه يا امريكان كارنو عليه لكنو بوديو امريكا هونو يوستوا انجتوا منامن غن يا كوريا نو انت تتاكم اشي مكينة و لمثالي
لأمير أنتنو أنت متجزات لسعود عربية لتوسداتنو لكن مكينة تسراتشو لبرد بوتاوش بتشانو لسعود عربية لتسراتشم ستامت أنت تتوكسالش بك أنتنو يعني حرارة أنتني لال الزي لاي كده سلزي مشت ما لوت يالبت علي بسلمنا بمول قلت سيهونو يمتقزاو نقر من قدرة اللبت من طرو نقر اللبت تسمام تاتشو لب 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 تساتشو بنتسهننا بس اداتي اللو منم اينت نقر ساتدبك ستنقرو ازاق زي بيع وشراء ابالال كان هونقن بيع الغرر ابالال مثل ان يقول له ابيعك ما تحمي طيب لمسالي للمسالي ستاتشو منالو وفي العصر الحديث بقزيات شنيالو يقع بيع المستور العاقبة مثل بيع الرقم يا نصيب لوتري لوتري بقزيات شن اكبر حرام نو ان انت بنش اقري الله تشوقن لوتري ان انت بسنة نو متايوت هلا تشوم سيهون بلوتري بيتشا يميامنو سوشالو متو قزي بلوتري اجو اسقبتو يالا قنيالي ሶስት አራት ጊዜ ገብተ ደሞ 10 ሚሊዮን ዶላር ያገኛል هذا حرام مطلق باتفاق العلماء لمن وذلك بان يعطيه 10 ريالات لمثاله 10 بري كفلال لوتري كونو تمام لقاء رقم عند رقم لمثاله 99 رقم ب ب ب لمثاله ب 10 برت جزات الله لوتري كو قلم انت نالو قطر الله ادلم ከዛ ሎተሪ ሲወድቅ በቁጥር ነው የሚያወጡት አይደለም እንዴ 10 ሺህ ሰዎች 1 2 3 4 5 6 550 3 500 ነው 2500 ይምበል ቁጥር አለው አንድ ቁጥር ትገዛለህ በስንት በ10 ብር تمام طيب لا يدري ايجد فيه شيئا ام لا يجد يتبالو ሎተሪ ታገኛለህ አታገኘም አታቀም ثم اذا وجد شيئا لا يدري ايجد شيئا غالي ام ثمن يمتاغنيو ك10 بر بتاش نو متاغنيو ك10 بر بلاي نو اتاقم اوكي او يجد شيئا عكس ذلك ويم دمو يطبقكو نغر ساهون لوتري الا ادرم اندزي لوتري كو الله وندموچ قطر تغزانا كذا لوتري انتن سيودك شر ترغنا او بلا 15 قطر اهي ياغني هلال من تلو الله اهيا بنترو بلاستيك يتسرع اهيا من اللي ترقونه اشي بلا امسا سدست وقطر موتا هون اوه ما شاء الله يعني شوكولاتة اقنيه صوصت شوكولاتة اقنيه هيا بركون يكفلو سويو صوصت شوكولاتة بتاهي لحال صوصت انيا رررر يادر قلنا ارى بارزت انيا زت انا قطر يلال او عند بي ام دابليو مكينة اقنيه يلال عندو በአስር ብር ከፍሎ BMW ማርሰደስ አገኘ አንዱ ሶስት ሐላዋ አገኘ هذا الظلم እስልምና ይቀበለው ያ ነሲብ ሎተሪ ነው ይሄ ነገር ስለዚህ ሐላል አይደለም او يجد شيئا مساويا للثمن الذي دفعه فالعاقبه مستوره اذا ነገሩ ሽፍን ነው ምን እንደምታገኝ አያቅም አታቀም የበለጠ ልታገኘ ትችላለች እንደ ገንዘብ ልታገኝ ትችላለች كغنزب بتاتش بتاتش هنا دومو لتكسر بتشلاله فيحتمل ان يربح ويحتمل ان يخسر فيجعل البائع والمشتري مترددا بين الامرين شياچو غزيو بتام بزيه لاي بتام بنتنو طلاچا نو ميمطاباچ وربما ايضا يخدع المشتري البائع فيقول له اشتري منك هذا الكتاب بما في يدي من الى المسار اندزي لون يشلال بانتي انتي ازكو كتاب انتي ازكو مصحف اغزو الله بس انت تغزو الله يلوال اجو يچبطنا باجي يالو غنزب بزا اغزو الله كنا قالاچو امت الله باجي يالو غنزب لستشنا يهن باجي يالو مصحف سچين لتالو سنت نو ايتاوقم እሺ ብላ መጽሐፉን ጓጉታለሽ እንግዲህ ሷል ላገኝ ብላ ነው ያጓጓችሁ ከዛ መጽሐፉን ሰጠኛለችና እንደዚህ እጄስ ከፍተው 5 ሴንት ብቻ አገኘው እንድብርም አይሞላም 5 ሴንት
أوكي خلاص تسمم تنال بي الوصلو لا هذا ما يجوز أنت شم مستت يلبش ملني إن يم موصل يلبنيم هذا خداع فلا ندري ما الذي في يده أو مثل قيمته الكتاب هنا قره له لوترينا غشنا خداع يبالان. طيب الحكم أن هذا النوع من البيع مفض إلى الخصومات والنزاعات خاصة يهنقر ودمت ألاتنا اسك دم فسسم لدرس سلميتشل سلمنا كما سرتو يهنقر بيع الغرر يميبالو كلكلو الشي قبتوشال غرر يميبالو بيع الغرر. طيب ليلا أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما دمو يمشت إكا واقاو بزرزر متاوك اللبت ومن المحرم أن تبيع شيئا قبل ما تملكه كالنزا حرامي هون دمو بإجيه يللو نقر مشت كباد وانجلنو بسلمنا من باع من رجلين فهو للأول من باع من رجلين فهو للأول منهما من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك إذا قد صار في ملك المشتري الأول. إشي أهون إننا أمت اللهنا أبو أنيس سوستاتشن إني أمت إشي من لله يهين كاب بورد دولاب يعني يلبس ماسك مجح كاب بورد أمت الله لانشي بسلاسة مستبرس شج الله إلا تالله إشي إني أمتك أبي الله تلني عليك جنزوال تقبلكم جن خلاص تسمم تنال شنقدي لهيدنا جنزب لم تعلت لعلشنا جنزب لم تمت أستهد أبو أنيس متعل من إلني يا أبو محمد نعم يجند ولا بشيء اللي إيش سنت تجزع له نقولي أمة الله سنت نجزعشو هاي برنو أم سابرنو جزعشو أبو أنيس متعلنا ما توسط أهله هلال أرى بزوجين يتشالله بيء لا أبو أنيس هالشت إلا شو كاشت كلت حرامنا والسم حرام يبلانو إنهم حرام جنزب يتقبل كوني لأنه لمن أنت يما تملكو يا شتكنو إندي تما ملكو دولابو كوينينو شتكو كو سلتشت الأمة الله إني من نقر بزي دولاب يلنيم جنزبو مكابر بيشانونجي سمنتو خلاص ونوال سلزي لأبو آنس بسبابر وين بمتوبر بشت اللت هذا يسمى حرام صار في ملك المشتري وشراء على شراء الآخر أن يكون الخيار للبائع تمام فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد على أن يشتري منه من باعه بثمن أعلى وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء صنع خبيث آثم نأن أهني الكواتشنو إني شتكوت إكا للا سومتو كزي بلاي ستأهل له بلو يعني كشت كلت هذا خبث وصنيع آثم بتأم متفوسرانو يهنقر الله بعشهونو يميكوت تأبت نقرنو إني كشت كوت عند نقر تسمامتن تشت أعدلم للا سومتو كزي بلاي ستأهل له كالي مستأتي اللبنيم. طيب وبيع المزايدة جائز بيع المزايدة دمو يميبال عليه يهنا قر نقريه لم يمت أو سامت يهون اللن مكنياتهم بتقام قنجو درسنو هلاتشن يمنا درقونو هلو قزي بيع المزايدة يبالان بيع المزايدة نديت مسلاتشو اني لمسالي من اللين عندك اللين عدلم لمسالي عند فابريكا اللين شي امت الله تمت انا امست مليون ستها له تلالج الشي عندك زي قوي لا تالهو الشات كل عشب الشات كتم قوي عندك زي لا تالهو وما عبدين تمت قال لش انا امست مليون امست متوش ستها له تلاني علي ما شاء الله اهون امت الله قول قباتش زي لاي امت الله بقى بوتاي اللاتم
ምክንያቱም የበለጠ አግኝቻለሁ። እንዴ የበለጠ ካገኘህ አትሸጥም አልተባባልንም? ዶ ተባብነናል፣ ግን ከአመቱላህ አልጨረስኩትም። አመቱላህ 5 ሚሊዮን አለችኝ። እሺ ቆይ ትንሽ እላታለሁ። እሙ አብዲ መጣ 5.5 ሚሊዮን አለችኝ። ቆይ ትንሽ እላታለሁ። አቡ አኒስ መጣና 7 ሚሊዮን እሰጥሃለሁ ለኛል። 7 ሚሊዮን ሸጥኩለት። አሁን አመቱላህና እሙ አብዲ መጣ። እንዴት ከእኛ ጋር ቃል አልገባሁ? ቆይ ትንሽ ነው ያልኩሽ። ሙዛሄዳ ይባላል። ይህ ምን ማለት ነው? ሙዛሄዳ አንድ ሰው ሲሸጥ ከዛ የበለጠ ዋጋ ካገኘ በቃ ሊሸጥ ይችላል። እንደገና ሌላ መጣ ከዛ በላይ ዋጋ ካገኘ ሊሸጥ ይችላል። ምክንያቱም ከነዛ ሁለቱ ቃል አልገባም፣ አልተሸጠም። ምልክ የእቃው ባለቤት እኔ ነኝ ያለሁ፣ አልተቀየርኩም። ግን አመቱላህ 5 ሚሊዮን አለችኛ፣ ኸላስ ሽጫለሁ፣ ገንዘብ ስጭኝና ብላ 2 ሚሊዮን ትሰጥኛ 3 ሚሊዮን ላምጣልህ ብላ ስትሄድ እኔ ይህን ፋብሪካ ለሌላ ሰው እንድሸጠው ሐላል አይደለም። በመቶ ሚሊዮን ባገኝለት ተግባባ ነው። ወንድሞች አላህ ረህማ ይስጣችሁ። ገባችሁ ወይስ አልገባችሁ? ይህ የግዥና የመሸጭ ትንሽ ከበድ ስለሚል እስከዚህ ባቆም ይሻለኛል መሰለኝ። ካሁን በኋላ ያለው የእናንተ ማይክ ይዛችሁ መጨመር መቀነስና የነገሩን ማስተካከል ብቻ ነውና፣ እንግዲህ አሁን ይህን ስለው የቆየሁ ከአንድ ሰዓት በኋላ ብጠይቃችሁ ትመልሳላችሁ? ወንድሞች አሁን ስለው የቆየሁ ከአንድ ሰዓት በኋላ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ እንዴት ነው ብላችሁ፣ ወይም ደግሞ በይዕል ገረር ምንድን ነው ብላችሁ አትመልሱም? ወላህ በይዕል ገረር ማለት ያኒ ስውር ነገር፣ ማንነቱ ያልታወቀ እቃ ወይም ኺዳዕ እና ክዳት ያለበት ነገር ሸያጩ ያቀዋል እንትኑ እንከኑ፣ ገዢው ግን አያቅም። ይህ ነገር በጣም መጥፎ እንትን ነው፣ የማይሆን ንግድ ነው ትላለህ እንደ ተማርከው። እና ይህ ነገር ነው የሚያቅታችሁ ወይ? ኢዘን እኔ አሁን ማይክ ሰጣችኋለሁና እናንተ ጨምሩበት ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ ይሰማል ይሰማል። አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فصلوات الله ربي وسلامه عليه. وإن شاء الله تعالى فجزاكم الله خير. أستاذنا وحبيبنا أستاذ أبو محمد وحفظكم الله ورعاكم وسدد الله على طريق الحق خطانا وخطاكم. الله سبحانه وتعالى سم توبة كبار ولو يوم القيامة يلاك أجر كم يكفل أتشو رقاقي الله بارو شادرقن. الحمد لله سبس باتشنم الفقه بميلو فقه إسلاما بتلك مردات ويمدقمو إسلمنا تنتاني وچو مجنزب يميلو سنمار قويتنال. الحمد لله بتعمد السمين لو بتلي بيع وشراء يميلو بزو بزو بكلت وچن يمي أصفافا وندم كوندم وقار يمي أقاد جنا بتعمد تنسلو هنا زي لاي كفتن ياتنك عكيل الدرق بات يقبال للانيا وقنزباتشن كحرام كمتا ودى حرامم كسددنو ብዙ ችግሮች ሊያመጣብን ነው። ልባችን ውስጥ ገብቶ ደጋግ የሆኑ መልካም ዕልም እንዳንከታተል መልካም ስራ እንዳንሰራ የሚያደርጉን ነገራቶች ሁሉ እነዚህ ናቸውና በጣም ወሳኝና አንገብጋቢ ደርስ ነው የዛሬ ብዬ እገምታለሁኝ። በተለይም በተለይም በእኛ ዘመን ገንዘብ እንዴት መጣ፣ ከየት መጣ፣ እንዴት አድርገህ ሸጥከው፣ በተለይ ይሄ በይዕ የሚባለው ሽሩጦቹ ሁሉ የጠፉበት ጊዜ ነው እና ያለው ወሳኝና ወቅታዊ የሆነ ደርስ ነው። እኔ አንድ ማስታውሰው ነበረ በሀገራችን ሼህ ኢብራሂም ጥርሶ የሚባሉ ነበሩ። አላህ ለጀነት ይበላቸው፣ ሙተዋል። ሼህ ኢብራሂም ጥርሶ በዚህ በመርሳ ዙሪያ አካባቢ የምትኖሩ ወንድም እህቶች ካላችሁ
ሸጉባው አደ በመባል ነው የሚታወቁት በሀገራችን። ስማቸው ሼህ ኢብራሂም ጥርሶ ነው ስማቸው። ሀወርስ ኡስታዝ አንቱ አለሁ ሼህ ኢብራሂም ጥርሶ ጀዛኩም ላ ኸይር ልጀዛ አሰን ላ አለይኩም። እሳቸውም ሼህ ኢብራሂም ነበረ ስማቸው። በጣም ዛሂድ ናቸው በዚህ ዓለም ዱንያ ላይ ሱብሓነላህ። ታሪካቸው አንድ ጊዜ ጌራና ላይ ምንጣፍ፣ እንግዲህ የድሮ ምንጣፍ ይሄ የከብት ቆዳ የለፋ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜም ያለፋ ነው፣ በብዛት ግን ተሸክመውት የሚሄዱት የለፋው ነበረና የለፋ ቆዳ ይዘው ይሄዳሉ። ግራና የምትባል ትንሽዬ ከተማ አለች። እዛች ሄደው ገበያ ገቢተው ገበያ መሀል ላይ አዛን ብለው ኢቃም ብለው ውዱእ ያላችሁ ተከተሉኝ ብለው ይሰግዳሉ ገበያ መሀል ላይ። በኋላ ሰግደው ሲጨርሱ ያ ምንጣፋቸው ገቢቼ እስክጨርስ ድረስ እናንተ ስገዱበት ብለው ይሄዳሉ ይገበያሉ። የኚህ ሼክ ታሪክ ሲነገር በጣም ትልቅ ዓሊም ናቸው። ኹሱሰን ፊ ዕልም ልፊቅህ በሀገራችን ፊቅህ ነበረ በወቅቱ። በጣም ትልቅ ዓሊም የሚባሉ ናቸው። በነገራችን ላይ ከስማቸው ልነሳና ሼህ ኢብራሂም ጥርሶ የሚባሉት ሼህ ኢብራሂም ጥሩ ሰው ማለት ነው። በሂደት እያጠረች እያጠረች ጥርሶ ተባለች እንጂ ሼህ ኢብራሂም ጥሩ ሰው በጣም አኽላቃቸው ሱብሓነላህ አልከሪም በጣም ምንጣፍ ናቸው ማሻአላህ። ሌላም ሩዋ አለች ጥርሶ የተባሉበት ምክንያት ጥርሳቸው ትንሽ ወጣ ያለ ስለነበረ ነው። ሼህ ኢብራሂም ጥርሶ ጥርሳም ለማለት ነው እያሉ የሚያወሩ አሉ። ሁለት ገበያ ደግሰው ነበሩና ሚስታቸው ገበያ ወጥታ አታውቅም፣ ገበያ ወጥታ አታውቅም እስከናካቴው። እሳቸው ናቸው የሚሸምቱት ምንድነው የሚያስፈልግሽ ብለው ይጠይቋታል። ሁሉም ነገር ሸምተው ይመጣሉ። ታዲያ አንዳንድ ጊዜ ሚስታቸውም ኧረ እንዲያው ሸሁ ቅርአት ደረሶች አሉ ደረሶች ሳይቀሩ እንዴት አድርገው ነው የሚወጡት ሲሏት፣ የለም የለም ወደ ቤታችን ሐራም መግባት የለበትም እኔ ራሴ መሸመት አለብኝ ይላሉ። መጨረሻ ላይ እንዲያው አንዳንድ ጊዜ እኔ ካልሸመትኩኝ ብለው ሚስታቸውን እንትን ሲሉ በይነያ ኪታቡል ቡዩዕ ክፈችና ቀርተሽዋል ወይ እንዴት መሸመት እንዳለብሽ እንዴት መሸጥ እንዳለብሽ ከሻሂዶቹ ጋር እንዴት ማቅረብ እንዳለብሽ። እንግዲህ አጅነቢይ ሲሆኑ ሌሎቹ ላለማየት በእንትን ምንድን ነው ዣንጥላቸው አድርገው ነው የሚሄዱት። ጎንበስ ብለሽ ይኝ አንቺ ብቻ የሚገበይና የሚሸጥ መተያየት አለበት ሌሎቹ ግን ማየት አልፈልግም ብለው ኢላ ሀደል ሐድ ሙተሸዲድ ነበሩ። ምንድን ነው ይህ ቡዩዕ የመሸጥና የመለወጥ ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው፣ ያ ከተበላሸ ቤታችን በሙሉ በሐራም እንደሚጥለቀለቅ፣ ሐራም ከተሞላ ደግሞ ብዙ ችግር እንደሚያመጣ ነውና ኢንሻአላህ ብዙም እንትን አትበሏቸው፣ አብሽሩ ቀይም እንዳትሰጧት ቀይም እንዳትሰጡት ሰሚር ብሎ የገባ ተውት ተውት ይለቅልቀው ኢንሻአላህ። ጀዛኩም ላሁ ኸይረል ጀዛ አሕሰነ ላሁ ዐለይኩም። አልኢናኡ ተንዳሑ ማ አኸደት፣ አትስጡት ግድ የለም። ማይክ ለመንጠቅ ሲፈልጉ ነው እንጂ አደብ አድርገው እንዲቀመጡ የሚደረገው። ይሁን አዲስም ይሁን አሮጌ ተዋቸው፣ ሌላ ነገር ስላሌላቸው ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ሁለት ሶስት ጊዜ መነጋገር የለብንም። አንድ መሰለን ሼህ ኢብራሂም ሲራጅ ሐፊዘሁ ላሁ ተዓላ ከቤታቸው ሲመጡ ምን ይዘው ይመጣሉ? አንዴ ተውሂድ ይዘው ይመጣሉ፣ አንዴ ፍቅህ ይዘው ይመጣሉ፣ አንዴ ቁርአን ተፍሲር ይዘው ይመጣሉ። ለምን? ሌላ የላቸውም። ስድብ ቢኖራቸው ኑሮ ስድብ ነበር ይዘው የሚመጡት፣ ወይም ማንቋሸሽ ቢሆን ኑሮ እሱን ነበር ይዘው የሚመጡት። ግን ያላቸው ይህ ስለሆነ ያ ይዘው ይመጣሉ አይደል? ሌሎቹ ደግሞ ጭንቅላታቸው ውስጥ የተከማቸው ትራሽ ሰብስበው ይመጣሉ፣ ያቀርቡታል። እዩኝ ውስጤ እንዲህ ነው እያሉን ነው። ልናዝንላቸው ይገባል በመጀመሪያ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አላህን ልናመሰግን ይገባል። አልሐምዱሊላህ የዚህ ጽሑፍ ባለቤት እንኳንም እኔ ያልሆንኩኝ ብለን አላህን ልናመሰግን ይገባናል። ከዛ በተረፈ ትዕግስቱ ካለና እውቀቱ ካለን ረጋ ባለ መልኩ ማስረዳት እና ኢንሻአላህ ተዓላ ፊቅህ የሚባሉ ወደ ሁለት ይከፈላሉ። አንደኛው ፊቅሁል አክበር የሚባለው ሁወ አተውሂድ ተውሂድ ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ ፊቅሁል ዒባዳት ወፊቅሁል ሙዓመላት የሚባለው ደግሞ አሁን እየተማር ነው ያለነው ነው።
በጣም ወሳኝና አንገብጋቢ درس ነውና ሁላችንም ሙጣላ علي ኖር ይገባል በተለይ በአሁኑ ሰዓት الحمد لله رب العالمين ሁላችንም ሪኮርድ ማድረግ እንችላለን ሪኮርድ አድርገን እየተከታተልን ጥያቄዎች سنጠየቅ መመለስ መቻል አለብን የአስተማሪ ድራይቨሮች ወይም ሹፌሮች ተማሪዎቹ ናቸው ተማሪዎቹ እንቅስቃሴያቸው ሃይ ሲሆን አስተማሪውም በጣም ደስ ይያለው እንትን ይሄዳል በተለይ ጥያቄ የሚያስነሱ ኪታብ የሚያስከፍቱ ጥያቄዎች መቅረብ ሲችሉ አስተማሪው ደስ ይያለው አልহামዱሊላህ ለፋቴ ውጤታማ ይሆነ ነው ብለው ወደፊት እንዲገፋበት ይሆናልና ኢንሻአላሁ ተዓላ ሁላችንም እንድንተዋወስ ይገባናል ለማለት ፈልጌ ነው فجزاكم الله خير الجزاء احسن الله اليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما يكفر ان شاء الله كاتي سمال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انجاز ابو محمد الله الموت يجمر له اني كزاري تمرتي تمرت نغر بينور معناته نو ማላ ማለት የማላ ከፋራ በገንዘብ እንደምመረውናል ኡስታዝ አብዛኛውን ለማዎችም ያሉት ማንኛውም ሰው የሚመለውን ማፍረስ ጥሩ ነገር መስራት አለበት ለጥሩ ነገር ብሎ ምሎ ከሆነ ቢያፈርሰው ችግር የለውም ኢዛ ማለት ደግሞ ማላውን ማፍረስ ይችላል ለምሳሌ የማለው መጥፎ ነገር ከሆነ አላህም ማለት ጥሩ ነገርን ላለማድረግ በአላህ ስም መጥቀስ እንደማያስፈልግ ተመረናል ሌላው ያው ዑመር ኢብን አቡበከር ለሰራተኛቸው እንደዛ ብር ይሰጡት የነበረውን ያቋረጡበት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር አያ አውርዶ አቡበከርን እንደሰጣቸውና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ነገር እንደነገሩና ለአላህ በአላህ ስም የማልን ጥሩ ነገር ከማድረግ መቆጠብ እንደሌለብን እኔ እንደዚህ ነገር አላደርግም ይያለው والله እኔ ለህቴ እንዲያ እንምል ሰዎች ካለን ልንጠነቀቅ የዛሬው ትምህርት ቆንጆ ትምህርት አስተምረናል ሌላው ደግሞ ገባውም አላህም አልፈቀደውም ለአላህ ብለን እንኳን ምን ገባው ወም ስለተፈቀደም ለምሳሌ ልጅ ከሰጠኝ አባቴ ከንዲውታ ከመጣ እህቴ እንደዚህ ካረገችልኝ ቪዛይ ከተስተካከለልኝ ይያልን ካቀማችን በላይ ያለውነ ነገር ውስጥ መዘፈቅ እንደሌለብን ነብያችንም ብለዋል ስለት አይወደድም ብለዋል ግን ስስታም ሰው ከኪሱ ገንዘቡን ለማስወጣት ይጠነብያችን ለጥሩ ነገርም ብለው ስለት የገባ ቃሉን ይጠብቅ ብለዋል መጥፎ ነገር ግን የገባ ቃሉን ያፍር ስ ብለዋል ለጥሩ ነገር ግን የገባ ያንን ቃል መሙላት እንዳለበት ነው ስለት ለሰው ልጅ ከሆነ ሽርክ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ልጅ የኮለደች እንደዚህ ማለት ነው ልጅ እንደዚህ ለዲን ግዴለም የሚለውን ስለተናገሩ ነውና ያን ያነበብኩት ምንድነው አንድ ሰውዬ ነው ከአሊሞች ነው የሰማሁት አንድ ሰውዬ ልጁ አይንውር ሆኖ ይወለድበትና ማለት ነው አይንውር ሲሆንበት ቁርአን እንዲቀራ ያደርገውና ያደገ ሲሄድ አይኑ መከፈት ጀመረ ማለት ነው አይኑ መከፈት ሲጀምር ግዜ ሰውየው ምን አደረገ ሱብሃንአላ ልጁ 9-10 አመት ሆኖ አይኑ ሲከፈት በልከን እንግዲህ ዲንን አትማርም ሳይንቲስት ምናምን ሆነ መማር ነው ያለባሉ ዑለማዎች ምን አሉ የመጥፎ ነገር ለአላህ ተሰጣላችሁ የዱንያ ምትወዱትን ነገር ግን ለጥሩ ነገር ሲሆን ልጆቻችሁን ግን ቁርአንና ሐዲስ ይግድ አካለ ስንቁን አይንውር ግድ የሌለው ሰው ከኛ ጋር የሆነ ነገር ነው ማስተምራችሁና እስኪ እስከምን ድረስ አክቲቭ እንደምትሆኑ አቃለሁ በዚህ ቶፒክ ምክንያቱም በዱንያ በጣም ያስፈልገናል የአይነት ትምህርት አኺራን በሚመለከት ትንሽ ቢኖረውም ያኒ እስቲ ላስተምራችሁ ከንግድ ዓለም አይወጣም ላኪን ልበላችሁ እንግዲህ አንዱ ጎረቤቴ ነበር እናቱ ቱርኪያ ነች አባቱ ሳውዲ ነው ወጣት ነው የሃያ አመት ልጅ ነው ትምህርትም ቢያለው ይወድቃል 12th grade ሁለት ጊዜ ወደቀና አባቱ በጣም ተናደደ በሸቀ ትምርቲም ቢያለው 12 ክፍል ሊጨርስ እኔ እንጃ 17 አመት ነው ወላ 15 አመት ነው የተማረው
ስለዚህ በጣም ሲቸግረው አባቱ ምን አለው ስማ አለው እንካ 50 ሺ ሪያል አለው እስቲ አንተ እንግዲህ በትምህርት ዓለም ጭንቅላጥህን ቢስላለህ እስቲ በንግድ ዓለም መኩር አለው 5 ሺ ሰጠው 50 ሺ ኦኬ ሰውየው very active ነው በጣም የሱቅ ልጅ ነው ያ ምንድነው አራዳ ልጅ ነው የምትሉት ፈዛዛ ሰው አይደለም ግን በትምህርት ዓለም ግን እንቢ ያለው ፊዚክስ ኬሚስትሪ ምናምን እንግሊዝ ሁሉ እንቢ ያለውና የወደቀ እንደምንም ብሎ ተራራው ወጣው ያኔ 12 ክፍል ጨረሰ 50 ሺህ ብር ሰጠውና አብረን ነው በአንድ መስጊድ ነው የምንሰግደው አሁን ሰውየው ምን አደረገ ይውላችሁ እንግዲህ አንድ ትልቅ ትምህርት ልስጣችሁ ወንድሞች ልጅ በትምህርት ዓለም እንቢ ካለው ተስፋ አትቁረጥ ይህ ሰውየው በሜካኒክ ዓለም ሙምኪን ደ ቤስት ሊሆን ይችላል እሺ በሜካኒክ ዓለም እንቢ ያለው በንግድ ዓለም ፕሮፌሰር ሊሆን ይችላል አላህ ከፈተለት በንግድ ዓለም እሺ በንግድ ዓለም እየከሰረ ምናምን ከሄደ ወላሂ በስፖርት ዓለም ሙምኪን ሰው ያሳብዳል በኳስ ጨዋታ እንደዚህ የመሳሰል አለ ስጦታ የሚባል ነገር አለ እና አንድ ልጅህ ባንድ ነገር እንቢ ካለው ወይም ባንድ ነገር ጎታታ ነገር ከሆነ በዛ ዓለም አለቀች خلاص ዓለም ቂያማ ቃመች አትበሉ ልጅ በሌላ ሞክረው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Ta'ala የከፈተለት አንተ አታውቅም ልጁ ምን አደረገ ሰውየው 50 ሺህ ብር ወሰደና በቤቱ አንድ ክፍል ትንሽ ክፍል ነበረች እዛ አንድ ጣውላና ወንበር አመጣ ቴሌፎን አስገባ ሬዲዮ ግሩንዲክ የምትባለው ሬዲዮ ድሮ ጥሩ እንትን ፕሮፌሽናል ሬዲዮ ነች ግሩንዲክ ትባላለች እሷ ገዛና እዛ ጣውላ አስቀመጠ ከዛ በኋላ ኮምፒውተር ምናምን ገዛ አሁን በዚህ ብቻ ጣውላው ኩርሲውና ቴሌፎኑ ኮምፒውተሩና ምናምን ሬዲዮ በዚህ ጀመረና እንደዚህ በቃ ሐረካት ሲያደርግ በወርቅ ዓለም ገባ አባቱ እኮ ነው አባቱ ነጋዴ ነው አባቱ ያልቻለው ነገር አባቱ ያልደረሰበት ቦታ እና ደረጃ እንዴት እንደደረሰ ልንገራችሁ ደደብ አህያ የሚለው የነበረው አባቱ ሰውየው በንግድ ዓለም ዝም ብሎ በወንበር ቁጭ ብለ የሚነገድ ብሎ በወርቅ ዓለም ገባ ሄደና እዛ ጊዜ ወንድሞች እኔ አሁን ታሪክ አይደለም ምነግራችሁ ያለው ጎረቤቴ ነው ለኔ ማስተማረኝ ትምህርት በጣም ተጠቀምኩበት ይሄድና በዛ ጊዜ 1 ኪሎ ወርቅ በ30 ሺህ ብር ነበር 32 ሺህ ብር ነበር አሁን ደፋር ነው ልጁ አባቴ ሰጠው 50 ሺህ 20 ሺህ አስቀመጠና በ30 ሺህ ብር 1 ኪሎ ወርቅ ገዛ ሲገዛ ትንሽ 2 ሳምንት ምናምን ቆየና 30 ሺህ ብር የገዛው 30500 ሸጠው ስንት አተረፈ 500 ብር በስንት በሁለት ሳምንት ቀላል አይደለም አሁን እንደዚህ ሬዲዮ ከፍትና አሜሪካ እንደዚህ ያደረገች ሩሲያ እንደዚህ ያደረገች ብሪጣንያ እንደዚህ ያደረገች ይያለ ምክንያቱም የዓለም ካረንሲ የዓለም መተለን ወርቅ ዶላር አሜሪካ ጁኒየር ስተርሊኒ ዩሮ ምናምን የያፓን ዬን ሲልቨር ወርቅ እንደዚህ ልክ ምንቀሳቀሱ በአለም ፖለቲካ ነው አሁን ሰውየው ሬዲዮ ይከፍትና 24 ሰዓት የዓለምን ወሬ ያጠራቅማል እንደገና በቴሌፎን አርጎ ወርቅ ስንት አለ ሲልቨር ስንት አለ ዶላር አሜሪካ ስንት ነው አሁን ያለው ጁኒየር ስተርሊኒ ጨመረ ጎደለ ይያለ ኮፊሱ አይወጣም እዛ ሆኖ ኢንጂነር ወጣ የወርቅና የካረንሲስ ነገር ኢንጂነር ቢሸክል አቁል لكم صراحه يعني يا بروفيسور የንግድ በንግድ ፕሮፌሰር ያደረገ ሰው እንደሱ አይመጣም እና እዛ ሆኖ ብዙ ተማረ አሁን በሁለት ሳምንት 500 ሪያል አተረፈና አሁን ፍቅር ገባው ይገዛል ይሸጣል በቴሌፎን እኮ ነው እንደዚህ አለው نعم ወርቅ ስንት ነው ያለው አሁን والله per ounce
$300 እና 500 سنت ምናምን ይለዋል እሺ ይሮጥ ይሄድና አንድ ግማሽ ኪሎ ይገዛል ያመጣዋል ቤቱ ላይ ያስቀምጠውና አሁን ፖለቲካ ምናምን ኢራቅ ምናምን ደዚ ሱሪያ مش عارف لندن امريكا سيجاج ويم دومو يا بوليتيكا انتنو سر انتنو سيدرج كاراسوسي تنش ينكال جوني ستيرليني 5 سنت غدلي ورق $5 تشمرج دولار امريكي تنش انتن هوني اغلي كامباني كسرج اغلي كامباني اترفج ين نغر ياييه يكتاتلنا لا ساطرلاچو نغرو كامست امت بوحالا እኔ በደንብ ነው መከታተለው ከአምስት አመት በኋላ ምን ይለኛል አንድ ቀን ሼህ አለኛ አሁን ዛሬ ሄጄ 6 ኪሎ ወርቅ ገዛለሁ አለኝ ተሰወሩ 6 ኪሎ ምንድነው እሱ በእንትን በእንትን የጀመረው 6 ኪሎ ለምን አልኩት አሁን አለ የጃፓን ንጉስ ልጁ ሊደር ነው ከየት አመጣው بكا كراديو كتلفزيون كمتن تنيا بكمبيوتر يغبا يا علمن وري منامن اخبار يسمانو يا جابان نغوس ليجو انتن ليدر نونا يا علم نغستات يا علم منسترات يا علم بزنس مان مليونيرات بمولو غبزواچوال اهون بنتنو بمغازين دايهوت غبجاو بزي عينت يهونال انديت تاداميوش بمولو كونو ወደ ወደዛት ሰርግ ምናምን ሲገቡ አንድ አይስክሪም መጀመሪያ አፋቸው ይከፍቱ አይስክሪም ይሰጣሉ በደጃፍ ቆይቶ አንድ አይስክሪም ይሰጣል አይስክሪሙ ላይ 1 ፓውንድ ወርቅ ወርቅ እኮ ነው ፒውር ወርቅ እዛ አስቀመጠ አሁን አይስክሪሙ ይበላልና ፓውንዱ ወይም ወርቁ ደግሞ በኪሱ ያስገባል ሰው ይታደሙ ሀዲያ ማለት ነው እና አሁን ብዙ ወርቅ ሊገዛ ነው እንደዚህ ተብለዋል አለ አሁን ደሞ ሌላ ደሞ አመጣ ሌላ ደሞ አሜሪካ ማይኒንግ ስታደርግ እንደዚህ 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 ወርቅ አግኝታለች ነው ልታገኝ ነው ደሞ ሰማ እንደገና በሳውዝ አፍሪካ ደሞ በወርቅ በጣም የታወቀችው ባለፈው ሳምንት ማይኒንግ ሲያደርጉ 300 ነው ምናምን ተቃጥለው ሙተዋል ወርቅ ብዙ ከሰሩ ያለ ያነባል እንዴ ምን አመጣው ይሃልኩትና ላ አሁን ገዛለሁ ታያለህ ስንት እንደማተርፋለኝ 6 ኪሎ ገዛ እሺ 6 ኪሎ ገዛና አስቀመጠው እንግዲህ እዛ ጊዜ እንግዲህ 6 ኪሎ በቤቱ አያስቀምጥም አሁን እዛ በባንኩ ነው የሚያስቀምጠው ከባንኩ ይገዛና እዛ ሴቪን እንትን አለ እዛ ያስቀምጣል ማለት ነው ያ اخي እመኑን ወንድሞች هاي عند كان قوينا هيدو بمولو 6 كيلو شطو اظن لما استاوسو 18000 اغني بهاي عند كان 18000 ترفع اغنينا شطو اني بتام غرمني اسكزي درس هالكوت نالنجر الشيخ علينا ذا اوفيس وسط اسكباي سمع علي بلفو سامنت علي የባንክ ስክሪን እንትን እያየን እየተከታተለን አንድ ኒውስ መጣ በዛ በእንትኑ በሻሻው ያኔ በስክሪኑ የቴሌቪዥን ስክሪን አንድ ኒውስ መጣ ምን ይላል ክሊንተን በክሊንተን ጊዜ ነው ይሄ ነገር ክሊንተን አንድ ሰው መጣና በቢላዋ ሊገለው ሲል ሳተው ግን በቢላዋ እንደተመታ ወሬ መጣ ጭንጭንጭንጭ ያለችና ክሊንተን በቢላዋ አንድ ሰው ሊገለው انتنا ليه جن نغرو يتتقنى نو يت ندرس سيل بمولو كارنسيس كونو دولار امريكي ودا تاج جوني ستيرلين ودا لاي جولد ودا لاي يعني ايطاليا انتن فرانك ودا تاج يا كندا دولار ودا لاي بمولو تبتاتنو مندنو كلينتون ببيلاوا سلهت ساعتي كغماش ساعات بوحالا وري متانا الحمد لله كلينتون التنكام يا اللي قالو يفلقو جن تاسره سيبال ካረንሱ በሙሉ ወደ ነበረው ተመለሱ ጁኒየር ስተርሊኒ ጎልድ ምና ወደ በዛ ጊዜ ተመልከቱ ወንድሜ በዛ ግማሽ ሰዓት ስንት ቢዝነስመን ስንት ሚሊዮን እንዳተረፉ ታቃለ ጎደለ ሲባል በቴሌፎን ነው እንደዚህ ግዛልኝና ይገዙለታል
ከዛ አካውንት ውስጥ ያስገብቷል ከግማሽ ወአት በኋላ ሽጡልኝ ይልና ሽጣው ወደ አካውንት ያስገባሉ በዚህ ግማሽ ሰዓት ስንት ሚሊዮን ያተረፉ ሰዎች አሉ አለኝ طيب በመጨረሻ ምን አለኝ ታቃላችሁ እኔ ልንገር ሼክ አለኝ نعم والله ክሊንተን ካስነጠሰ የዓለም ካረንሲስ ይቀየራል አለኝ እዚህ ድረስ ግምት ገባ ሰውየው ክሊንተን እንትሸው ብሎ ካስነጠሰ ካረንሱ በሙሉ ይንቀሳቀሳሉ ምክንያቱም ክሊንቶን ለምን አስነጠሰ ጉንፋን ይዘዋል ነው ምናምን ተብሎ የዓለምን ካረንሲስ ይነካሉ አለ ስለዚህ ወርቁ ካረንሱ ዶላሩ ምኑ ጠቅላላ በፖለቲክ የሚሽከራከር ነገር ነው ስለዚህ እኔ يعني اقول لكم هو تو ساعتها بمولو وچ وقتو اي سرام بيت كوچ بلو راديو يسمع يشتال يلوطال يشتال يلوطال بمجرشا بيت كيرو كذا بيت كيرو ودلا بيت كمهدو بفيت 10 كيلو مغزات اندچاله اني درسكوبت 10 كيلو تاقالاچو اهون كيلو سنتو يالو 210 شي على ال 1 كيلو السي يجمروا لكيلو 30 شي بر ياللبت غزي نو يجباچو نو ادلم وندموچ 30 شي ريال سعودي لاند كيلو يمشطبت ينبرو غزي يجمروا اهون سويو 210 شي لكيلو يمشطبت غزي جبان اسكاون درس يسرى نو يت درسه بتولين አባቱን ማሰራት ጀመራሁን ልብ በሉ አባቱ በሱ ስር ይሰራል አሁን ትናንትና አንተ ደደብ አህያ ምንድነው ምናምን ከናተህ ጋር ልታጣላኝ ነው ምናምን ብሎ ከቤት አባሮ 50 ሺህ ብር ሰጥቶ ሂድስት እድልን ያለው አሁን አባቱ ቢዝነስ ማን አባቱ በሱ ስር እየሰራ ነው አሁን ከፈተለት እኔ አስተማረኝና ስቲል መኩር ብዬ ከሱ ጋር 1 ኪሎ 2 ኪሎ መግዛት ጀመርኩ በዛ ጊዜ حقيقةን ተቀመኝ እንደሱ እኔ ስራ አለኝ አስተማሪ ነኝ ዳዕያ ነኝ ሌላም ስራ አለኝ እና በትርፍ ጊዜ ብቻ ነው እንት እሱ ግን ስራዬ ብሎ 24 ሰዓት የምሰራበት እንት ነው የከፈተው ሱቅ የለው ዴኮር የሚያደርገው ነገር የለም ላይሰንስ ያስፈልገው እቤቱ ሆኖ በቴሌፎንና በቴሌፋክስና በእንትን ይሄን ነገር ይሰራል ማለት ነው አንድ ቀን አንድ ባንግላዴሽ ከኔ ጋር ይሰራ ነበር መሐንዲስ ነው መሐንዲሱ 11000 ሪያል ይወስዳል ደሞዙ ፕላስ የሶስት ወር ደሞዝ ሃውስ አላውንስ ይሰጣል بلاس انجينير سلهونه بيعمتو 80000 ريال بوناس يسطال اندغنا ماكينه الله سياره اند يتمسلهو كامري كامباني يغزالتنا بزي هدال ليلام ليلا فاسيليتيس الله حكمنا بنصانو منام اندزي ميستو استشاري كونسلتنت يسيتوتش بشتا يمتولدو يارغزش منام نعلم يسيتوتش بشتا دكتور نيتش እዛ ናሽናል ጋርድ የሚባለው ዲፓርትመንት አለ እዛ ነው የምትሰራው ሆስፒታል ትልቅ ሆስፒታል ነው ደሞዙ 16000 ነው ቤት ቪላ ነው የሰጧት እዛ ልጅ የላቸው የውላቹ አዱንያ እንዴት መሆነቹ ልንገራቹ ባልና ሚስት እሱ ኢንጂነር ነው እሷ ዶክተር ነች 11000 እና 16000 ስንት ይሆናል 27000 ደሞዝ ይወስዳሉ ምንም ነገር የሚያጠፉት ነገር የለም ቤት የመንግስት ነው እሱም እንዲያውም እሱ ብቻ አይደለም በየአመቱ እስከ 150 ምናምን ሺ ገቢ ያለው ከሃውስ አላውንስ እስከ ቦናስ ከምን ከሆነ ነው እና ሁለቱም በየወሩ ቢያንስ እስከ 30-35000 ሪያል ገቢ ያላቸው የሚያጠፉት ነገር የለም እዛ በዚህ ገንዘብ የተከማቸ አንድ 2 ሚሊዮን ሪያል ደረሱ አብረን 12 አመት ነው የሰራነው ባንድ ካምፓኒ 2 ሚሊዮን ሪያል ደረሱ የሁለቱም ገንዘብና የታስገባው
بريبا بانك اسقباو بريبا سنت اللي اغنيو 4.5% ريبا اغنيال نا 2 مليون اسقباونا ريبا يوسدنو سبحان الله العظيم عندك ان يتجاوتن مستر ازاد الكوت ازاد نو سمو انتي تانتي جنزب بريبا تسقبواله الله ستة هلت مليون من يهل جنزب اندقنا بريبات اتشمال قوالة من سمكرو سمكرو طيب اني انقدي جنزبو زنبيه كاس كمت كوت بانكنو ميتش او تبت من ام بلوت نقري اهون من الكوت سمع الكوت اني ان نقر لاستمره الكوت اشي ورق قزان ناشيت الكوت اهون فرا مجمرة فرا طيب اني انقدي لاستمره ننبيه يجو ودو ورق تنهيت كنا اني راسيب ازاق زي سلاسة شي بكيلو يشت نتبر عندنا توددنا 42 درسه 42 84 كفيه 2 كيلو جزهنا كذا امطحت انتو ورقو امطحت الناس كمطكوت زاله صندوق على ساطنا بالبنكو اذا تسكمطونا قلف بتشات يزاله اهو اندزي سنچاوت سنچاوت عند ور نو عند ور 10 قن سيون ي انتو ايمان نو سمي صدام የሰዳም ጦርነት ነበርዛ በንዚን የተቃጠለ ጦርነት የጋጋለ እንደዚህ በቃ አሜሪካ የደበደበች ምናምን ጋልፍ ስቴትስ ያሉ ጠቅላላ ከኢራቅ ጋር የተጣሉ በቃ ገንዘብ ብዙ ይጣፋ ነበር ወርቅ ለካ ወደ ሰማይ ሄደ በዛ ጊዜ ሱብሃንአላህ ሄድኩና እሱ ባንግላዴሽን ይዤ ሄድኩና በአይኑ ያየ 2 ኪሎ ሸጥኩት ማለት ነው بزو ترفع جنيه هلت هون تسويو لياب دتن شنو يقرو اسرا سدس شي اغنيه هلت بلاچو تامنالاچو اسرا هلت شي اسرا سدس شي بر اغنيه ريال اغنيه هلتنا اندي مدنوم تنو عليني كسمانيا شي اسرا سدس شي باند ور اغنيه عليني هاو نقد كونو احل الله البيع وحرم الربا الكوت والله هلت مليون ريال اوطيتشي ورق غزالو هاو يقولاشو يا الدنيا ترف سياغي كحرامو وقتو حلالو ماغنيت فلقه مالتنو كذا اتشكل الكوتنا هيدو 3 نو 4 كيلو اندزي غزا ودياونو كونو عالم تقاتل نبر ازوا يعني صدام سنت وتادر يغدلو بتال بنزين مشط تكلكلو نبر من الكويت تيزا نبر እንደገና በዚህ ጋልፍ ስቴትስ እነዚህ 6 ጋልፍ ስቴትስ ደሞ በችግር ነበር እንደዚህ እና ወርቅ ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ታች ሰውየው ሲሸጥ ሲለውጥ ሪባ የሚባል ነገር ረሳውና በዚህ አይነት መረቀነ ሰውየው قلت له احل الله البيع وحرم الربا ግን የጋልፍ እንትኑ የኢራቅና የጋልፍ ጦርነት ሲቀዘቅዝ gold band stable ሆኖ በቃ ለስንት ወር ቆየ ማለት ነው አይቀንስም እንት ነው ሰውየው ሳበና ገንዘቡ ወደ ሪባ አስገባው እንደገና ምክንያቱም የገንዘብ ፍቅር አለው ሰውየው على كل حال ምንድነው ላቹ የፈለኩት ልጃቹ ወንድማቹ ወይ ይሆነ ሰው band ነገር በጣም ደደብ ከሆነ እባካቹ ፋይሉን ዘግታቹ ልጄ አይጠቅምም ልጄ በግ ነው ልጄ በሬ ነው ምናምን ብላችሁ በዛ አትዝጉት አንተ ራስህ የውል ሰውየው አንተ የሴት ልጅ የሚለው የነበረው ሰውየው ምን ሆነ የሱ ተማሪ ሆነ አባቱ የቱርኪ ነው ምልሽ ያኔ እናቱ ቱርኪስ አባቱ ሰዑዲ ሆነው ልጁን ሲሰድብ የነበረው የሱ ተማሪ ሆኖ የሱ ሰራተኛ ሆኖ በንግድ ዓለም ገባ ማለት ነው አትጃራ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بركان لالو تجارة بحلال كنت حرام ساتسقبا كداتنا مكدادات يللبت نقر انا ساتمل ايه مالك اكامشت بتعام حرام هون اوك بامنت بندمو نبياتشن يالوت بتوات سراق جمره يعني سلاته امست سلات كمسجد ساترق انا كهلو نقر ندزي بركان لالو تجارة نبياتشن استمرونال እኛም እንደዚህ ነው ዋናው ቆም ነገሩ ምንድነው ያኒ አንድ ሰው ባንድ ቦታ እንቢ ካለችው አዱንያ በሌላ ቦታ እንደ ተከፈተለት አውቆ መፈለግ ብቻ ነው ለማለት ነው የፈለኩት እሺ አሁን ጥያቄ ጠይቃችሁ ነኝ እሺ በሉ
يا እናቱ እናቱ ቱርኪ አባቱ ሳውዲ የሆነው ወጣት እና ትምርት ኤምቢሲ ለው በምን አይነት ነው ከፍተኛ ሀብታም ደረጃ የሀብት ደረጃ የደረሰው ማን ይመልሳል እጃቸው አውጥ እስቲ እጃቸው አውጥ እንጂ ታቃላችሁ አሁን ሰማ